علمتني الدنيا أن الله ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، حيث المنع عين العطاء، فما أغلق الله بابا إلا ليفتح أبوابا أخرى. كانت أمي أميرة فارسية، فوقعت في أسر المسلمين ومنعها الله من الملك والنعيم، ولكن ذلك المنع كان سببا في إسلامها ثم زواجها بابن صاحب رسول الله وخليفة المسلمين. استشهد أبي وأمي فحرمني الله منهما، ولكن ذلك المنع كان سببا في عودتي إلى المدينة المنورة وتعلم العلم على يد أمي عائشة وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما طرقت بابا للرزق إلا وأوصد في وجهي، ولكن الله عوضني عن هذا المنع بأن فتح لي كل أبواب العلم. ولو يعلم الناس ما في المنع من أسرار وحكم لذابوا شوقا إلى من منعهم ليعطيهم، ومن حرمهم لينعم عليهم. نوما هنيئا يا حبيبي. نام الولد؟ نعم يا أيوب، بعد أن أرضعته. سبحان الله، حلم انتظرناه منذ تزوجنا ولم يتحقق لنا إلا بعد 15 سنة من الزواج. إن الله مع الصابرين. الحمد لله، ولكنني أخشى على ابننا من المستقبل. لقد تقدمنا في السن، فمن الذي سوف يرعاه من بعدنا؟ يا أيوب، الله الذي رزقنا به بعد طول غياب قادر على أن يبارك لنا فيه ويبارك له فينا ويحميه من كل سوء. ونعم بالله، اللهم احفظ لنا ولدنا وأعنا على تربيته ورعايته على النحو الذي يرضيك عنا. خذ الولد وسأخرج لأنظر من الطارق. مرحبا جارنا العزيز ميمون. عفوا على إزعاجك في هذا الوقت المتأخر، ولكني لم أستطع الانتظار حتى الصباح. خيرا إن شاء الله. أمر بضائقة مالية كبيرة، خسرت تجارتي وعلي دين ب1000 دينار. 1000 دينار؟ صاحب الدين يهددني بأن يشكوني للقاضي، وحينها سيحكم بسجني. لا حول ولا قوة إلا بالله، لم أجد غيرك يقرضني هذا المبلغ، فمنذ سكنت بجواري ولا أرى منك إلا كل خير. حسن، هذا حقك علي فأنت جاري. تفضل يا جاري العزيز. شكرا لك يا سيد أيوب، شكرا لك. إن شاء الله سأسدد لك الدين قبل 1 شهر من الآن. وفقك الله لكل خير. يا سبحان الله، رعد وبرق ومطر. أيوب، أدركني يا أيوب. ماذا بك يا زوجتي؟ خرجت من حجرة الطعام فلم أجد ابننا في مكانه الذي وضعته فيه. كيف ذلك؟ لقد سمعت صوت بكائه آذيا من الحديقة. وكيف خرج إلى الحديقة وحده وهو لا يستطيع السير؟
هذا ما يخيفني يا أيوب، المطر والرعد والبرق بالخارج وابننا أيضا بالخارج. اطمئني اطمئني، سأذهب حالا لأحضره. خذني معك يا أيوب. أسمع بكاء ابننا، إنه من هذه الناحية. ولدي الحبيب. صوت ابننا يزداد قربا، يبدو أننا نسير في الطريق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.